إذن نحن نؤكد من خلال هذه المسيرة بأننا لن نقبل بأي صفقة تكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي فنعتبر بأن السلطة الفلسطينية فهي أساسية في الوصول إلى أي صفقة، ونؤكد كذلك بأننا كلنا متضامنين مع الشعب الفلسطيني من أجل إحداث دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، لأن هذه القضية فقضية ملكة وشعب بالنسبة للمغرب، وهي قضية حق وقضية وجدان بالنسبة للأمة المغربية والأمة العربية والأمة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هذه مسيرة جديدة في مسيرة الشعب المغربي وكل القوى الحية من أجل التعبير على التضامن مع الشعب الفلسطيني والرفض القاطع لما يسمى صفقة القرن. ويعني هذه المسيرة هي مسيرة من ضمن المسيرات، حيث أن الشعب المغربي كان دائما حاضرا إلى جانب الشعب الفلسطيني عبر محطة النضال من أجل الحرية ومن أجل السيادة. واليوم يحس الجميع بأن هذه الصفقة كما هو اسمها هي صفقة بيع وشراء، وأن المراد التعبير على أن القضية الفلسطينية ليست قضية سياسية أو قضية سيادة، وإنما هي قضية اقتصاد وقضية رفاه اقتصادي. عبر المشاركة في هذه المسيرة الشعب المغربي يريد أن يقول بأنه الحل الوحيد والصفقة الوحيدة هي إعادة الحقوق إلى أصحابها، إعادة حقوق للشعب الفلسطيني، إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نقف اليوم هذه الوقفة التاريخية في هذه المسيرة التي يخرج فيها الشعب المغربي بكل أطيافه ليقول بصوت عال أن كفى لهذه المؤامرات، أن كفى للمنطق الاستعماري الذي ساد منذ وعد بلفور وقبل وعد بلفور بتقسيم الأمة وبتشتيت الأمة وبنهب خيرات الأمة وبسرقة مقدسات الأمة وبسرقة فلسطين. صفقة القرن لا تختلف عن هذه الصفقات وعن هذه المؤامرات. فنقول بصوت عال في رسالتنا القوية لا لمنطق المؤامرات، العالم ينبغي أن يدبر بمنطق الحقوق لا بمنطق الصفقات اللي هو منطق العصابات، كما أن رسالتنا اليوم عالية للحكام ولمسيري ولمدبري الشعوب العربية، وفي مقدمتهم رسالتنا للنظام المغربي بأن لا يعاكس الإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها اليوم، وندعوه بشكل مباشر أن لا يتورط باسم المغاربة في المشاركة في هذا في صفقة القرن وفي هذا المؤتمر مؤتمر المنامة المشؤوم. فننادي بكل حرارة باسم كل هذه الأصوات بعدم المشاركة المغربية، وإن حدثت فهي خيانة ولن تمثل الشعب المغربي، الشعب المغربي تمثل هذه الأصوات التي تقول لا لصفقة القرن ولا لمنطق العصابات ولا لمن يخدم الاستكبار العالمي ولمن يؤيده لأجل سرقة مقدساتنا مقدسات الأمة العربية والإسلامية. هذه المسيرة التي دعا لها مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والدعوية من ضمن الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وجماعة أبي إحسان للتعبير عن رفض صفقة القرن، هذه الصفقة المشؤومة التي تريد أن تشيء القضية الفلسطينية وأن تجعلها سلعة من أجل البيع والشراء ضد كل القوانين والمواثيق الدولية. إننا نقف اليوم كشعب مغربي بكل مكوناته صفا واحدا ضد هذه الصفقة، ولكي نعلن عن إدانتنا لمؤتمر المنامة، هذا المؤتمر التطبيعي التخريبي الخائن الذي يعتبر أولى خطوات في من أجل التمكين لصفقة القرن. فإننا بهذه المناسبة نوجه النداء للمغرب بعدم الانخراط في هذه الورشة، على اعتبار انخراطه فيها بمثابة طعن للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وطعن للشعب المغربي الرافض لهذه الصفقة، وطعن للأمة الإسلامية قاطبة. كما أن هذه المسيرة من أجل إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر المضطهد المقهر المشرد شبابه وشيبه في كل أنحاء العالم، كما أنه تضامن مع المقاومة الفلسطينية الباسلة. أنا سميتي ملاك، جيت اليوم باش نحضر لهذه المسيرة لكي نتضامن مع بلد فلسطين، ونحن كأطفال نتضامن مع الشعب أطفال فلسطين. جيت مع الأم ديالي باش نعاون الشعب الفلسطيني باش تحيد هذه القضية. صافي.
تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبرتجيو مع صحابكم.